البنات كي دايرين لاباس عليكم احوالكم طيبه البنات اللي بداو يتفرجوا لايك والتعليق ما تنسونيش منهم وشكرا اليوم غادي نشارك معكم جوج وصفات فقاط وحلوه سهله مهله هاد الفقاط هو ساهل ماهل وكيجي غزال اللي كنحتاج فيه 6 البيضات حيت صفار من بيضه ها هو اللي غادي ندهن به جوج كيسان سنيده جوج كيسان ديال الزيت المهم انا غندير المقادير كلهم قدامكم دانون ديال الفاني ولا المهم انا ما عنديش فاني درت البنان وعندي كاس ديال الزنجلان كاس ديال اللوز اللي قطعته هكا من النص كاس ديال المواد تلفت كاس ديال المواد وقبيصه ديال الملح المهم انا غادي نبدا ندير معكم كلشي والطحين على حسب الخليط تيجمع لكم وجوج ديال الخمارات المهم انا غادي كلشي قدامكم حنا ما غادي نقطعها كتبقى طريقه سهله بسم الله وبالنسبه للكاس الكاس ديال العنبه او الكاس ديال الاتاي باش تشربوا اتاي انا ما عنديش كاس ابيض اللي غادي يبين كلهم كيسان اللي عندي مدوقين درت في هذا الكيسان راني في تلعبه شفت لكم الكيسان ديال السنيده ماء الورد كاس كيف قلت لكم ومليحة وغادي نطحن صافي من بعد ما طحن غادي نحط دابا القشرية ندير الخليط كلو غندير عليها هاد النافع نص كاس ديال النافع نص كاس ديال النافع مطحون صافي وغنبدا الخليط نبدا الخليط وندير الطحين خمارة صافي نتوما كتشوفو هي تجمعات صافي دابا غادي نقسمها
صافي غنجيب الطاولة اللي دهنت بشوية الزبدة. إذا كان عندكم كاغد ديال الطبخ ديروه من الأحسن، أنا ما توفرش ليا، ما عنديش الوقت اللي غادي نخرج نجيبو. صافي غتهبطو هكا عليها هكا تغرسو، صافي بعد ما كملتو هكا كتهبطو هكا كتغرسو واحد شوية. غادي نديرو معاهم واحد شوية ديال هادي هي الصفار البيضة، غندير معاهم واحد شوية نسكافي باش تعطي داك اللوين المذهب. باش ما ساليتهم غادي ندير واحد السريطة هكا فوشي كيعطي واحد المنظر، وعاد غندير ليهم السر باش ملي ما غاديش يخليهم يتفرقعو. عاد نوريه ليكم، هذا هو السر باش ما يتفرقعوش، ضروري تقبوه. ملي كتقبوه كي ما كيخليش يتفرقع. صافي دابا يا شعل الفران سخن، غنشعل عليه من التحت حتى نحس بيه طاب، متخليوش يطيب حتى ينشف. وغادي نشعل عليه شوية يتحمر من الفوق وصافي، ونعاون معاكم. ودابا هو طاب، شوف أنا فرشت ليه هنا وفزقت هاد الزيت، فزقتو بالما، رشيتو بالما مزيان، وغادي نحطو هنايا وغادي نغطيه. فرشتو هاد الزيت فازو وغطيتو به فازو، وغادي ندير عليه الفوطة صافي، وغادي نخليه واحد ساعتين وغادي نقطعو. صافي أنا بديت كنقطع فيه، نتوما غتشوفو كيفاش كيتقطع بسهولة. راه خليتو غير شي ساعة ونص، صافي مزروبة عليه شوية، مزرتليش ساعتين. نتوما مكيتهرس من حتى شي حاجة. صافي غادي نستعمل هكا كامل، غادي نحطو عاد نبدا نطيب فيه إن شاء الله. في الطياب ديالو غنشعل عليه الفران من الفوق ولتحت ونخليه يتحمر. عندي الفران صراحة في السطح، غادي نطيبو غير هنا في الفران ديال الضو. وهذا هو الشكل ديال الفقار البنات بهاد الطريقة، راه مكيتهرسش، راه مفيه لا هرس لا حتى شي حاجة، ما تهرسوش كاع، بقاو غير دوك بحال هكا. داك الروسات ديال الفقاس ديال زولي ديال الفقاس صافي بحال هادو هما لي دايرين، أما الهرس دوك الشي مكاين، كيخرج كمية كبيرة. هاد المقادير كتخرج كمية كبيرة، وندوزو للشكل التاني إن شاء الله. وبالنسبة للشكل التاني كنحتاج ربعة ديال الزبدة، جوج كيسان سنيده، جوج كيسان زيت، جوج كيسان ديال الكوك، ثلاثه البيضات، خماره والطحين على حسب الحليب. صافي غادي نبداو. صافي غادي نديرو هاد السنيدة والزبدة، ونزيدو عليهم الزيت والشكر. الزبدة النوع اللي بغيتو، بغيتو
برجر ينبيتو هادو تاع ديال الطاس. انا كندير صراحه دائما في هذا سميتو كندير على فريري. البنات نفس ما قلت لكم الفاني جوج ديال الساشيات شوية ديال الملحة. شوفو غندير هاد البيضة ثلاثة غادي نضيف دابا الكوك صافي. الطحين كنديرو بشويه بشويه حتى ينتج من الخليط. ندير الساشيه ديال الخميرة ماشي كديركو غير كتجمعوها بحال العجينة ديال الصابلي هاكا كتجمعوها بصباعكم هاكا. البيت بعد ما جمعات مقاصحة مرطبة كتجي هاكا مكديش متلوقة بزاف مكديش تاني رطبة مكديش تاني قاصحة عفوا. غادي نخليوها هاكا وغادي ندوزوها. وبالنسبة للزين راح نحتاج شوية الكوك شوية سنيدة وشوية الكاوكاو مع الوس غادي نبداو. من الأحسن نديرو المزرق شوفو الحسن خاص يكون مرخيقاش بزاف كتبقى هي شوية غليظة. وكنشدو فرشي طاسة وأراك الكعكيك تشعفوها. صافي بعد ما سيرنا كنديرو الشات ديال الخوف غير الشات خفيف كيعطي هاديك المذاق و التحمار و تنديرو هاكا الكوكاو لي بغا يدير لوز يديرو أنا كيعجبني فيها الكوكاو. شويه سنينه كاينه باش ملي كتحمر هي اللي كتعلق هاديك التعليقه من الفوق كيتعلق هداك الفوق و كيتشبد فيها الفوق. غادي نبداو دابا خصني نشوف شي صغير هادو خمر وخفا نديرو بسم الله. أجلب الدار ولا غيره خفيت شو معها بحالها انا كملتهم دابا. غادي نمشي نشعل عليهم الفران اصلا درتو يسخن اصلا خاصو ديال السردة كيف قلت لكم شعلت حتى نطيب الفران ديال الضو شعلتو من الفوق ومن التحت. وانتم الا كان عندكم ديال البوطة ديال العافية
شعلهم لتحت تتحمر شويه وشعلهم لفوق. المهم انا غادي نسخن دابا الفران، نمشي ندير الفران. كيف ما كتشوفوا تحمرات، راه جات البنات مقلمله وغزاله كتقرمش في الفم، واعره واعره واعره. غنشوفها في بلاطو ونرجع معاكم باش نوريكم الشكل النهائي. وهذا هو الشكل كيف ما كتشوفوا، رائع البنات رائع، حلوه بسيطه وسهله. الا هي لا نفكر شي حاجه اللي زوينه وبنينه. والله العظيم راه ولدي ملي جاب المدرسه هو الطاوله الاولى اللي طابت في منا، لقى خلاص الفقاش طاي، وهذا الطاوله الاولى اللي طابت كلا من قريبه ما سبقه ما دير العشاء شبعت. البنات كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ومتنسونيش من اللايكات تعالى خذوا زوينين. يلا البنات بقاو على خير.